قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. وعدتو بتعليق وتوقيف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، صدقتو موقفين الأساتذة. واش ماشي العبت هذا؟ أليس فيكم رجل حكيم؟ واش هاد الحكومة ما عندهاش ولو عضو واحد اللي عنده الكبدة على هاد البلاد وعلى هاد الشعب؟ علاش هاد الحرب كاملة على التعليم وعلى نساء ورجال التعليم؟ راه الأستاذ هو اللي قراك السيد الوزير ووصلك لهذا المنصب، ما فيها بس نذكروك، واللي المفروض يكون عنده أعلى أجر. واش بالاقتطاعات وبتوقيفات تعسفية غنكرموا الأستاذ؟ واش لهاد الدرجة إملاءات البنك الدولي أهم من وليدات الشعب اللي ضايعين بلا قراية؟ راه خصكم تجلسوا وتحاوروا مع التنسيقيات، لأنه هما اللي عندهم الشرعية وعندهم الكلمة اليوم في الشارع. بارك من هذا الاستهتار الحكومي، وبارك مخرق الدستور اللي وليتوا كتفصلوا فيه التقارير الحكومية على مقاسكم وكيف بغيتوا. اليوم الحكومة راها مطالبة ومفروض عليها وملزومة بإرجاع الأساتذة الموقوفين عن العمل وترجع لهم فلوسهم المنهوبة من جيوبهم، لأن الإضراب حق دستوري وتا واحد ما يمكن له يصادر هذا الحق وتا واحد ما فوق القانون. الأساتذة حسوا بالظلم وحسوا بالحقرة، ما فيها بس يطلبوا بالكرامة ديالهم وبحقوقهم. لهذا عندما يسبق شكرا السيدة النائبة المحترمة وجواب السيد الوزير.